يا اهلا، قاعده مستنظراك. تعالى 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 يا حسان، تعالى. الساعه كام في ايدك يا معلم؟ ما خدش معايا الساعة. والله معكش تليفون؟ لا، هو طيب. ما هي ما هي ما اه ماشي، معيش تليفون. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 12، وحضرتك بتروح الجيم الساعة 7، بتيجي 8:30 لو التمرينة خفيفة، لو تيلا بتيجي الساعة 9. دلوقتي الساعة 12، دلوقتي يعني الساعتين دول كنت فين بقى حضرتك؟ قعدت شوية مع الشباب. من غير ما تقولي؟ لا، بنتناقش. تناقش؟ ليه بقى حضرتك؟ يعني احنا قاعدة شوية بعضينا. ايوه. وبعد كده خدنا القرار، بعتينا نجيب علبة حلاوة. علبة حلاوة للبيت. تمام. وانا بقى ايه، ما اقولكيش، خدت المنطقة لف كعب دايما. في الساعتين، ساعتين هدي كده بس، هات نتناقش بعدين، بس هات هدي كده. دي ليا، دي ليا، دي ليا ليا. كنت فين بقى في الساعتين دول؟ يا انت خدتي البتاع اللي تمنها فوق 400 جنيه عادي يعني. لا دول ما خلاص بقى، خدتها خلاص. دي فعل ماضي خلاص، دلوقتي في الحاضر. يلا، دي فعل ماضي دلوقتي. يلا، كنت فين بقى في خلال الساعتين دول؟ بنجيب علبة الحلاوة. ما هنجيبها ازاي؟ العلبة دي خلاص زمانها اتاكلت دلوقتي. كنت فين؟ يا انت ما عندكيش علبة الحلاوة تمنها 400 جنيه. مش دعوة، انا ماليش دعوه. استنى، انا بقالي ساعتين رايحه جايه. اتاخر ليه؟ رايحه جايه، رايحه جايه. انت زعلانه ومتضايقه؟ انا عايزه، انت زعلانه ومتضايقه؟ انا عايزه. خدي شنطتك وعلى والدتك. اقعد بس كده، اقعد بس، بس كده. اقعد بس، ايدك دي مش لل، اقعد بس، ايدك بس عشان انا عايزه، انا عايزه حق الساعتين اللي تعبت فيهم دول. يعني اعمل ايه يعني؟ ايه؟ مش هدخلك غير لما تديني الساعه ب 100 جنيه. نعم، ايه 20؟ الساعه ب 100 جنيه. ايه 20؟ مش معايا غير 200 جنيه. يعني انا اتعب وافضل رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية. لا يا بنتي، المجهود ده مجهود، ببص في الساعة، مجهود عضلي وتفكير. انا فاهم. طيب تعبت. طب وام البتاع اللي جبتها دي؟ انا تعبتونا معاكم. هات يا عم بتاع تقل، هتركب. ما هي شجعة. هات يا عم، اوعي، هات يا عم، انت عايزة 200 جنيه؟ هات يا عم، اوعي، هات يا عم.